سمير لو تحب برضه تضيف تعليق على يعني حمله تشكيك الغير مبرره تماما، يعني خصوصا ان احنا البطوله على ارض مصر، يعني المفروض ان احنا ننجحها، نبطل بقى كلام الجهل اللي احنا بنتكلمه ده وكلام الناس اللي مش شايفه حاجه اساسا. يعني ليه؟ يعني ليه؟ والاهلي من امتى مستني، يعني مستني ترزي يخيط له حاجات؟ لا هو طبعا طول ما انت ناجح لازم يكون في ناس بتشك، ولازم تكون في ناس عايزه تبوظ المنظومه الناجحه دي. انت احسن نادي في افريقيا واحسن نادي في مصر، فده طبيعي جدا ان انت تلاقي ناس بتخرب وناس بتحاول يعني تفسد الميزه اللي انت مستمر فيها على مر السنين. بالظبط، فده طبيعي. احنا مش هنتكلم على قرعه او النادي الاهلي لاعب الفيصلي او لاعب الترجي. انا هقول لك على حاجه، النادي الاهلي لعب اكتر من كده 50,000 مره واجمد من كده 50,000 في البطولات العربيه والافريقيه. بالظبط، ما فيش حد بيقف قدام النادي الاهلي. بالظبط، الحمد لله. انا بكلمك الحمد لله في كل ثقه. مش هنتكلم بقى على 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 موضوع تافه نقول ان البطوله العربيه والقرعه خدمت الاهلي وما خدمتش الاهلي. احنا لو كنا قابلنا الترجي ما فيش مشكله، كانت الظروف برضو متاحه لينا كويسه جدا، وعندنا اللعيبه عندها امكانيات، وكنا نقدر نتغلب على الترجي كويس جدا بعد عوده اللعيبه اللي هي كانت واخده فتره راحه وكابتن حسام البدري. عشان الناس تفهم برضو ان احنا عندنا صفين دلوقتي، لو عملت كوكتيل كده هيبقوا منتخب انديه. بالزبط. مش منتخب الاهلي، هيبقى منتخب انديه، منتخب مصر. ان احنا النادي الاهلي دلوقتي يمتلك من العناصر الممتازه اكتر من 15 لعيب. بالظبط، ودي اللي هتقوي منتخب مصر فيما بعد. اكيد في طول ما النادي الاهلي بيبقى فايق، بالاضافه لنادي الزمالك والاسماعيلي برضه، بس النادي الاهلي على راسهم كابتن ربيع، منتخب مصر بيبقى ناجح. وعن دليل وعن ثقه وبراهين والكلام ده كله، ان احنا بنتكلم ايام الكابتن حسن شحات في 2006 و2008 و2010، لما المنتخب كان فيه استقرار وفي نواحي فنيه على اعلى مستوى. صحيح. كنت بتلاقي ابو تريكه، كنت بتلاقي بركات، كنت بتلاقي عماد متعب، كنت بتلاقي شوقي، بتلاقي حسن مصطفى، عصام الحضري، كل دول كانوا مشغول جمعه، فتحي فتحي سيد معوض. 80% من قوام المنتخب المصري في خلال 6 سنوات متتاليه قوام الاساسي من النادي الاهلي. بالظبط، مع بالاضافه لبقيه الانديه. فاحنا بتتكلم على كيان نادي كبير، فلازم طول ما انت ناجح لازم يكون في ناس تقدر ان هي عايزه تبوظ الموضوع. حلو قوي، حلو قوي. كمان يا كابتن ربيع برضو انا عايز برضو الفت نظرك لحاجه. الناس هي دي اللي بتتكلم، هي اللي قالت لك بصوا الاهلي وبصوا روحه لما عمرو بركات جاب الجون، بصوا الاهلي وبصوا روحه ودروس ولازم نستفيد ولازم نتعلم ولازم ولازم ولازم. كلام متناقض دايما دايما، وبنرجع برضو للناس دي هي يتكلموا كلام، يعني ما فيش حياء بجد يا كابتن ربيع. لا حاليا دلوقتي الموضوع يعني اقول لك ايه، مش عاوز اقول كلمه يعني، واخد بالك، حاليا دلوقتي مفيش حد بيحاسب حد، ولا حد عنده حياه، ولا حد بيتكسف، يعني ولا حد بيخاف، يعني حتى ما بيحافظش على نفسه. يعني كابتن ربيع ياسين مثلا لما يقعد يتكلم كلام اجيبه الحلقه الثانيه، او انا بلاش كابتن ربيع، يعني انا اتكلم معاكم كلام والحلقه الثانيه اتكلم كلام يتناقض مع الكلام الاول، انتوا هتقولوا ايه؟ يعني هتقولوا ايه؟ والضيوف لما يتكلموا كلام هتقولوا ايه؟ بجد يا كابتن الظاهره بقت يعني منتشره قوي، والاقنعه بقت كتير قوي. اللي عنده مبدا احلى حاجه في الدنيا يبقى انت عندك مبدا، احلى في حاجه في الدنيا يبقى عندك شخصيه. لكن انت تقول الحقيقه وفي نفس الوقت انت عندك رساله قويه جدا انت لازم تحافظ عليها. عدد الساعات اللي بتضيعها دي هتحاسب عليها، فالامانه مطلوبه. الامانه مطلوبه، اكيد، واخد بالك، اكيد. وفي نفس الوقت النادي الاهلي عارف طريقه، مش هو الاهلي اللي شكلوا عليه. مش النادي الاهلي، مدرسه الاهلي، خد بالك، اللي الناس كلها بتتعلم منها، الناس كلها بتتكلم عليها، العالم كله بيتكلم على النادي الاهلي. وبيقول لك الروح دي بيجيبوها منين اللعيبه؟ الفوز ده بيجيبوه، البطولات دي بيجيبوها منين؟ احنا يا ريت كلنا نمشي في اتجاه الاهلي، خد بالك. الاهلي مدرسه كبيره جدا. بالظبط، ناس تتعلم منها، وعلى ارض الاجيال، على مدار رؤسائه، لاعبيه، اداراته، كلها ناس على اعلى مستوى. على اعلى مستوى. فالتغييرات دي وارده في نفس الوقت. الامور دلوقتي معلش يعني داخله في بعض. تمام. يعني مش يعني كلام كتير قوي في الجزئيه دي، لكن انا عارف ان هو الالفاظ ممكن تبقى صعبه شويه، عشان كده هنقفلها. لكن بصراحه يعني يا جماعه، يعني مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، يعني كفايه وشين ثلاثه، مش لازم 900,000 وش. يعني الناس بتشوف وبتسمع، وللاسف دلوقتي يعني، او الاحسن الحمد لله، مش للاسف، الحمد لله، ان كل كلمه بنتكلمها متسجله، الناس هترجع لها من 15 سنه هتلاقينا، من 10 سنين هتلاقينا. فيعني حافظوا على حياء يعني وجوهكم شويه. كابتن ربيع، يعني كابتن حسام البدري في بدايه مشواره مع الاهلي كان حذر جدا،
كان يقول لك ايه، لا انا امن دفاعاتي قوي قوي بحيث ما تكونش في جون واخطف جون، العب يعني خايف على الشكل العام، عارف ان الفتره كانت في فقدان ثقه شويه، عايز ارجع الثقه النادي الاهلي. الدوري خلص، شكل الكابتن حسام بدري تغير تماما، خصوصا المباريات اللي فاتت، المباراتين السابقتين دول.